حياكم الله من جديد. تبدو النحافة والاستمتاع بجسد رشيق لهما ضريبة كبيرة يدفعها الإنسان من عمره وصحته. حتى نحصل على هذا الجسم المثالي يلجأ البعض إلى اتباع رجيم عشوائي، يعني خربوطة، يسبب ضرر كبير على صحتهم ويهدد حياتهم. فمشكلة الرجيم العشوائي أن يحرم الإنسان نفسه من مواد يمكن أن يحتاجها الجسم، ولا يمكن حرمان الجسم من مواد ضرورية وأساسية. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، بس قبل لا أرحب بالعزيزة اللي موجودة معي أستاذة سمية الإبراهيم اختصاصية التغذية، صبح عليها بالخير وحياك الله معنا في صباح الخير يا كويت. وأنا بأشكر الكوتش عبد الله العوضي اللي اليوم معنا لايف من استوديو صباح الخير يا كويت، يقدم لنا الرياضات المميزة اللي لابد لكم أنكم تسوونها في البيت، مو شرط تروحون الجيم، ممكن تسوونها في البيت فتساعد الجسم على الاسترخاء بشكل أكبر. وللحديث خلينا نقول المتخصص أكثر بيكون مع سمية. صباحك ورد. صباح النور غادة، حياك الله. وصباحك خلينا نقول رجيم قاسي؟ لا، رجيم لا صحي. إيه صحي. احنا الرجيم القاسي بنتكلم عنه اليوم، او راح نتكلم عن النظم الغذائيه العشوائيه او اللي يسمونها الفاد دايت، اللي صح. هي خلينا نقول هبات الرجيم المو جايه من تخصص علمي ولا جايه من ابحاث علميه، مجرد ان هي خلينا نقول تسويقيه او انه تغيير روتين، والناس تحب تهب الشيء المختلف. وانا لاحظت غاده لما يجون في كذا مراجع او مراجعه لما تجي العياده ما يحبون الدايت التقليدي اللي هي ساعتين الصبح مع جبن والغدا شويه عيش، يبون شيء مختلف. فلما تعطينهم او يروحون خلينا نقول عند بعض الناس اللي يعطونهم رجيم غير او شيء فنتق يستانسون عليه، فالناس قاعد تدور الفناتق وتمشي وراء الخطط التسويقيه في موضوع نزول الوزن قد تاثر على صحتها بشكل سلبي. راح اتكلم عن بعض الانمطه او بعض الانظمه الغذائيه اللي هي العشوائيه، يمكن من اكثر الانظمه اكيد انت سامعه فيها اللي وايد الناس هم هبوا فيه، اللي هو اسمه نظام فصائل الدم. الدم صحيح. نظام فصائل الدم طلع من كتاب، نشر كتاب كان بيست سيلر وقتها اسمه ايت رايت فور يور تايب، يعني اكل صح على حسب فصيلة دمك او البلد تايب مالك. فيقول لك الكتاب ان اللي فصيلة دمه او مثلا ما ياكل لحوم، فصيلة دمه بالضبط اي بي ممنوع ياكل مثلا باستا او خبز، اللي فصيلة دمه بي، وهكذا يعني على حسب كل فصيلة شنو مسموح ياكل وشنو مو مسموح. غلط هذا النظام. فانا للامانه اللي راح اقوله ان هذا النظام غير مبني على اسس علميه، يعني ماكو شيء يقول ان النظام او ان فصيلة الدم او تحتاج اكل معين واكل ثاني راح يمتنها. صحيح. الناس لما تتبع النظام هذا ينزل وزنها بلا شك، وانا شفت حالات نزل وزنها في موضوع اللي هو اتباع نظام فصائل الدم، لكن ما هو بسبب ان انا اكلت اكل مناسب حق دمي، بسبب ان انا قللت من السعرات الحراريه. صحيح. اللي انا قاعد اخذها. فتعليقي الاخير لموضوع اللي هو فصائل الدم، اذا انت قاعد تتبعه ووزنك قاعد ينزل فانت مو مشكله تستمر عليه، لكن اذا قاعد يحرمك من اكل معين، خلينا نقول منتجات الالبان كامله، ما ياخذ مثلا حليب او اجبان او لبن او روب، فهذه يعني قاعد تاثر على، لكن انت محتاج تاخذ الكالسيوم وفيتامين دي، تقدر تسويها في فتره بسيطه ممكن اسبوع او اسبوعين، لكن اذا كملت عليها بزياده اذا كانت قاعد تحرمك من اكل انت محتاجه فممكن تاثر سلبا في المستقبل. فهذه اول شغله اللي هو نظام فصائل الدم. ما انت اذا مار عليك بعد نظام اسمه البيبي فود دايت او النظام المهروس، فالناس هم عشان تلاقين الناس يعني اعتبارهم انها معده البيبي تحب شوي شويه ومهروس. وان الاكل يكون مهروس، فتلاقين الشخص سليم واسنانه سليمه والمضغ عنده طبيعي بس انه وزنه زايد، فيقوم يتبع نظام يسمونه البيبي فود دايت، اللي هو ياخذون القراش هذه اللي بالجمعيه ملوت البيبيات، او ان الاكل اللي يكون كله مهروس، فهذا ما له علاقه يعني كلش بموضوع الوزن، سواء انت كليت اكل عادي. يعني لما احنا نهرس الاكل ما يخلي سعراته او قل، او ما يخلي طريقه هضمه مختلفه بحيث انه هو ما يخزن دهون، ما له علاقه نهائي ابدا. السعرات موجوده وبالعكس، لانه هو ماشت او لانه هو مهروس فيمكن تلاقي الواحد ما يقدر يشبع منه. صح. ممكن انه ياكل كميه اكبر. فايضا النظام اللي هو البيبي فود دايت او الاكل المهروس من الانظمه الغذائيه العشوائيه الغير صحيحه. من الانظمه هم اللي متبعه اللي هي نظام السوائل، فتلاقين طول اليوم بس على مثلا عصاير او على لبن، فهذه ايضا نظام يعني للامانه ممكن احنا او ان نطبقها حق الناس اللي توهم خلصين عمليات السمنه، فهم مضطرين انه ياخذون اللي هو نظام حتى السوائل. حتى بعد مو العصاير اللي كلها سعرات حراريه، يمكن يستخدمون العصاير الطبيعيه بس تكون بكميات اتوقع
قليله ويكثرون الماء اكثر صح؟ بالضبط، فاحنا نسميه الكلير فلويد دايت. كلير فلويد يعني غالبا العصير اللي انت تقدرين تشوفين من وراه، يعني ما يكون فيه شوائب او يكون ثقيل اللي بحيث انه يغطي الزجاج وما تقدرين تشوفين. فهذا يستخدمونه ناس فعلا احنا نحتاجه من ناحيه طبيه حق الناس اللي توهم طالعين من عمليات وخاصه عمليات السمنه، لكن ان انا ما فيني اي مشاكل وقاعد اشرب او ان اخذ اللي هو السوائل ما يعتبر ان هو نظام ممكن انا امشي عليه فتره. عندنا حاله بس استثنائيه للمرضى المصابين بالسكر ووزنهم وايد مأثر عليهم، ممكن نعطيهم شيء اسمه ميل ريبليسمنت، فهو عباره عن مثل حليب وجبه متكامله موجوده على هيئه حليب متكامله من ناحيه السعرات والبروتينات والدهون والسعرات الحراريه. فاحنا نقول بدل ما تتغدى اخذ الشغله هذه لكن لفتره مؤقته ومدروسه ويكون لها سبب طبي، فما يصير انا بروحي بالبيت اوقف الاكل وامشي على النظام يعني السوائل. ما تصير بعد دب الدهر خلاص يمشي عليها اكيد ما راح يقدر، يعني هو تلاقين الوحده وراها عرس ولا واحد وراه بتزوج ولا فيبي يسوي اي نظام غير مدروس. المهم انه هو ينزل وزنه، ولو وصل الوزن اللي يبي ورد حق الاكل اللي هو بياكله راح يرد. لا طبنا ولا قدشه بالضبط، انك ما سويت شيء. ننتقل على ايضا نظام يمكن هم مار عليك اللي يسمونه نظام الالوان. يمكن عندنا صوره بعد عن نظام الالوان، هم نزل كتاب كان ايضا بست سيلر وقتها، هذه مال البيبي فود دايت هم كان بست سيلر وقتها. انه شنو فكره نظام الالوان؟ انك كل يوم تاكل لون. أيوة. فمثلا الاحد تاكل الاكل لون ابيض، الاثنين تاكل لون احمر، الثلاثاء اخضر، الاربعاء برتقالي، الخميس بنفسجي، الجمعة اصفر، والسبت تجمع كل الالوان. فمثل ما انت شايفه هني ان مثلا اليوم يوم الاحمر، فانا البيري. اكل توت، اكل التفاح الاحمر، اكل خلينا نقول الفجل، فامشي على يومي كله اشياء اللي هو لون احمر. النظام هذا يمكن الميزه اللي فيه، طبعا احنا نعرف ان كل الالوان الموجوده بالاكل لغاده هي ما هي بس يعني تمتع نظرنا، لكن كل لون يعكس صحيح. مضادات أكسدة معينة أو صحيح. يعكس مادة كيميائية قاعد تعطينا اللون، هذه لها فائدة للجسم. لكن إن أنا شغلة إن أنا أسوي دايت وأمشي إن اليوم كله أخضر، أوكي قد اليوم كله كليت خضار، بس هذا ما له أي أساس علمي، هو مجرد خلينا نقول شيء فن يعني إن أنت تسوي بالضبط. ممكن إنه ينزل وزن، لأن إذا أنا بتكلم عن الألوان فأنا قاعد أتكلم عن خضار وفواكه وبقلل الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات فهذا صحيح. هو هني قوس القزح الكربوهيدرات كلها لونها واحد، فما راح يكون كربوهيدرات جدا قليلة. حلو. اذا بمشي على دايت هم انتشر وايد يمكن ما سمعنا هني فيه بالكويت اللي هو اسمه ذا مورنينج بانانا دايت، هم من الفات دايت او من النظم العشوائيه اللي طلعت، ان انت تتريق بس موز بالكميه اللي انت تبيها. لكن والناس كانت تنزل عليها والفوا كتاب واحد ياباني صيدلاني هو وزوجته، ووقتها الشيء الحلو غاده انه وقتها صار في شورتج في سوق الموز خلينا نقول في اليابان، لان الناس وايد اقبلوا على موضوع الموز صحيح. لكن الناس كانت تنزل وزنها لان النظام كان فيه شروط ان انت 80% اذا شبعت ما يعني تقوم عن السفره وانت مو شبعان. وجبه الغداء والعشاء يكون اكل ياباني اللي هو معروف قليل بالسعرات الحراريه، وانك ما تاكل في وقت متاخر. ايضا الرجيم وايد انتشر بالكويت، رجيم الكاكاو. رجيم الكاكاو انت قولي لي عنه، سامعه فيه غاده رجيم الكاكاو؟ أي يعني طول اليوم بس اكل يا سنيكرز سوري الكاكاو نفسه او انه نوع معين من الكاكاو يعني خلاص يعني. وانا ما شوفي يا زينهم اليابانيين يعني تطلعون برجيم الموز واحنا طالعين برجيم الكاكاو. رجيم الكاكاو هو فكرته انك ما تتعدى سعرات حراريه معينة، يمشي على الواحد تقريبا يومين تقريبا يومين او ثلاثة، لكن كله كلام فاضي. يعني انا قاعد اتكلم عن يوم متروس سكريات ودهون لكن في سعرات حرارية معينة اللي ممكن تنزل وزن، هم هذا يعتبر كلام فاضي. ويمكن اختم بعد في موضوع اللي هو شوربة الملفوف. شوربة الملفوف بلا شك تنزل الوزن، هي ما هي تنزل وزن بحد ذاتها، بس لانه اذا ببدل شوربات الكريمة والجبن بشوربة الملفوف فاكيد وزني انا راح ينزل، لكن مو صحيح ان انا طول يومي بس اكل نوع واحد. انا يعني وايد مستمتعه بكلامك سميه، واكيد المشاهد كذلك. اذا الوقت شوي مضايقنا راح نرجع ان شاء الله بحلقات ثانيه ان شاء الله نفصل هذا الموضوع بشكل اكبر ونحكي فيه، لان الهوس داير على الكل والجميع للوصول الى الرشاقه المطلوبه. شكرا سميه وجودك معنا، يخلي لي اياك. وبنروح حق نجيب القحطاني من جديد. يسعد صباحك نجيب.